مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من خلال برنامجكم العربي بيت للكل. حقيقة اليوم حلقتنا تحمل محورين مهمة. بالأول المحور السياسي والذي يخص القمة المصغرة، وأيضا محور ثاني يخص خليج 25 في البصرة. وحين شاخت مواويل الجنوب على كفيه عاد، ولكن عاد منتصرة، فكان العراق. ومن العراق إلى القاهرة، قاهرة المعز، قاهرة المعز، حصن العرب، سند الأمة وذخرها المكين. ومن القاهرة إلى عمان، الساطعة مثل شمس تموز، الباقية على عهد الأولين. ومن عمان الرئة الأخرى لفلسطين وللقدس، أول الرسالات وأول الحضارات باقية على قيد الحرية. مساء الخير عليكم زملائي، وإحنا نبتدي حلقتنا لهذا اليوم. حقيقة الفرحة الكبيرة أيضا عدنا إلى مسبيرو، واجتمعنا هذه الجمعة اللي صار فترة ومدة مشتغل من بلداننا بسبب ظروف معينة، وأنقل لكم أجواء اللي كنت تمنيت تتواجدون في العراق حقيقة، وخاصة في البصرة في جنوب القلب جنوب العراق، بطولة خليجي 25 اللي لاحظنا من خلال الشاشات العربية أيضا احتضان العراق للأخوة. وحينما استطاع العراق أن يعود وينتصر باحتضان الأخوة والأشقاء العرب على أرض البصرة الفيحاء بتقديم صورة مثالية للترابط والتلاحم والمصير المشترك، وأيضا قضية العرب الكبرى دائما ما ننساها من خلال هذا البرنامج حتى في خليج 25، مشاهد القلوب كانت تتمنى بأن يتواجد أيضا علم فلسطين داخل هذه البطولة الكبيرة، على رغم استعداداتها وما أعطت من رسائل ومسجات مهمة بأن العراق متوحد مع كل البلدان العربية وهو فاتح الأبواب على مصراعيها لكل زائر يأتي إلى العراق. أنا كمان بدوري الحقيقة يعني افتقدتكم جدا واشتقت للجميع، وحسيت كده بأنه برنامج مثل الكل زي ما هو مرتبط بشعوبنا العربية اللي بنقدم لهم على الشاشات العربية المختلفة، لكن أعتقد قوته في اللمة بتاعتنا في الاجتماع، يعني اجتماعنا على نفس الكلمة نفس الرأي، وإن اختلفت حتى أوضاعنا لكن أكيد بنكمل بعض. خليني أخدكم كمان إلى قمة القاهرة، القمة التي تناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية العربية، خصوصا بعد وصول التطرف الفاشي في إسرائيل إلى سدة الحكم. إذن مشاهدينا، زي ما حكت شافكي، القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية في القاهرة، هذه القمة التي تعقد حتى تناقش كثير من التحديات التي تواجه أولا المنطقة العربية بمجملها في ظل التطورات، زي ما حكت شافكي، في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأيضا الأوضاع التي تمر بها القدس، وأيضا تطلعات إلى المستقبل. القمة الثلاثية في القاهرة. نعم دكتورة لانا، بنتابع وياك والسادة المشاهدين هذا التقرير حول القمة العربية المصغرة. انتهت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية إلى مخرجات تماثلت تماماً وحجم المخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية على نحو خاص في ظل حالة التوتر وعدم الاستقرار وانعكاسات ذلك على مجمل الوضع العربي. وعقب الاجتماع أكد القادة الثلاثة في البيان الختامي على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد القادة دعمهم الكامل لجهود الرئيس أبو مازن في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وأكد القادة الثلاثة أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية. ومن قمة القاهرة إلى أبوظبي التي أعقبت قمة القاهرة، وبحث المؤتمرون العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد هالفاصل، ويسعدنا أن نرحب معنا بالاستوديو بالكابتن إمام عبد العال. أهلا ومرحبا فيك، مدرب حراس المرمى لنادي الشرطة العراقي سابقا، والمشرف العام على حراس ومدربي حراس المرمى بنادي فيوتشر أيضا سابقا. أهلا ومرحبا فيك معنا ببرنامج بيك. أهلا بكم. في البداية خلينا نتحدث عن هاي النسخة من بطولة خليجي 25، رأيك فيها بشكل عام، وكيف شفت التحضير لهذا الحدث المهم في العراق؟ أولاً أنا عايز أبدأ بأن أنا أحيي جمهور العراق، الجمهور العظيم اللي أثبت للعالم العربي كله أنه جمهور وفي ومخلص لبلده بجميع طوائفه، شيعي سني كردي، كله اتوحد على علم العراق وحب العراق، وإثبات للعالم أن الشعب العراقي شعب آمن وبيعشق الأمن والأمان ويحب السلام. دي بداية لازم كل مواطن عربي يقولها لشعب العراق، دي واحد. اتنين، عايز أشكر كل مسؤولين العراق اتحدوا على أن هم ينجحوا البطولة في بلدهم عشان يرجع تاني المحفل الرياضي في قلب العراق، تصفيات بطولات تتعمل تاني في قلب أرض العراق. تلاتة، عايز أشكر الشيخ حمد ابن خليفة ابن أحمد ألساني رئيس الاتحاد بتاع كاس الخليج ومقرها في قطر. الرجل ده اتفق هو وكل مجلس التعاون الخليجي ان مفيش دولة هترشح نفسها للبطولة اللي هي خليجي 25. ليه؟ عشان خاطر يساندوا دولة العراق عشان ترجع تاني العراق لحضن العرب، لحضن الخليج، عشان كل عربي يشعر ان العراق دي حاجة كبيرة وقيمة وقامة. فالبطولة دي ما هيش بطولة كورة خالص، هي بطولة حب ورجوع لحضن العرب، من العراق للعرب ومن العرب للعراق. صحيح. البطولة دي شهدت أكبر عدد من المشاهدين للكورة في البطولة اللي معمولة في البصرة. انقسنا عدد المشاهدين واللي بيدخلوا الاستاد بتاع جذع النخلة، بتاعت مباراة واحدة ممكن تكون بتاعت بطولة بحالها في دولة تانية من الدول اللي حصل فيها البطولة، يعني إعجاز في عدد المشاهدين للبطولة داخل الملعب وخارج الملعب. داخل الملعب وخارج الملعب، يعني لو جوه الملعب في 40 أو 50، في برة مش عارفين يخشوا زيهم. يعني عايز أقول المكان اللي اختاروا فيه إقامة البطولة هو مكان مناسب ورائع، البصرة، بصرة الخير، بصرة الكرم، بصرة الأمان، فكان الاختيار للمكان موفق. عايزين نقول إن البطولة لمت 8 فرق، ما يميز البطولة يعني 8 فرق
تقريبا 7 فرق جابوا بطولة كأس الخليج، فده ما يميز. نعم. يمكن الكلام اللي حكيته في بين أسطره رسائل كتير مهمة. عجبتنا جملة بأنه هي ليست لعبة كرة قدم بمعناها الظاهر زي ما احنا عارفين، لكن إلها رسالة كمان كتير مهمة، بأنه احنا كلنا متوحدين كعرب حتى يعود العراق في إعادة إعماره ونرجع للحضن العربي من جديد. والعراق الكل بيعرف يعني ما بينسى كل الدول العربية فضل العراق وقوة العراق وموقف العراق في كل القضايا القومية العربية. فأنا بدي أشكرك على هاي الجملة. وحضارة العراق. وحضارة العراق. الآن أكيد كل المنتخبات متميزة، بس إيش أكتر منتخب لاحظت بأنه فعلا كان متميز بأدائه بتواجده؟ يعني نحكي في هذا الموضوع. طيب، وإحنا دلوقتي قدامنا منتخبين، منتخب العراقي ومنتخب عمان. أنا بيعجبني قوي أداء منتخب عمان، بيلعب بطريقة متوازنة، بيلعب بثلاثة في نص الملعب، عندهم مدير فني عارف يقسم المباراة، إمتى يهاجم، إمتى يضغط من فوق، إمتى يعمل ضغط منخفض، إمتى يزيد في الضغط بتاعه. ففرقة العمان فرقة ممتازة، من أفضل الفرق اللي أنا شايفها في البطولة، وده نتاج سنين سابقة في التخطيط والتحضير للكرة العمانية. فأنا شايف أن المنتخب العماني من أفضل الفرق الموجودة في البطولة حاليا. طيب، ده هيخليني أسأل حضرتك سؤال. يعني أنا عجبني الجملة بتاعت حضرتك، إحنا مش في كاس خليجي 25، إحنا شعوب عربية مشتاقة إنها تتجمع في لعبة رياضية وكانت كرة القدم. يمكن كمان كنا محظوظين كشعوب عربية بأنه كاس العالم كان عنده مسحة عربية في قطر، وشفنا أيضا منتخبات عربية كانت مشرفة، يعني الحقيقة عملوا شغل كبير، السعودية طبعا، المغرب، تونس، يعني شفنا الحقيقة تشريف للمنتخبات العربية. حضرتك قلت أنه في كاس 25 خليجي 25 شفت أنه عمان كمان كانت مختلفة، مين كمان من الفرق أو اللعيبة بقى كانوا مختلفين في البطولة دي؟ طيب، خليني أكمل بس كلام حضرتك. الفرق اللي ادتنا مستويات كويسة من الدول العربية زي المغرب، زي تونس، زي السعودية في البداية، الكلام ده ما بيجيش نتاج صدفة أو حماس، الكلام ده بيجي نتاج شغل، تنظيم، تخطيط، هدف عايزين يروحوا له فبيشتغلوا عليه. أي حد عايز ينجح لازم يبقى عنده نظام والتزام وخطة. فأنا شايف المغرب اللي عمله ده مش صدفة ومش ضربة حظ زي ما في دول أوروبية بتقول، لا ده نظام محطوط ومتخطط له. وفي فترة من الفترات زمان تقريبا من 15 سنة لغوا الكرة في المشاركات الخارجية في المغرب، الملك نفسه لغى، عمل قرار بإلغاء المشاركات الخارجية. ليه؟ كان ساعتها المنتخب والكرة المغربية كانت نازلة، فحبوا يقفلوا على نفسهم ويعملوا من أول وجديد ويشتغلوا، وكان ده الناتج المبهر المشرف لكل عربي، أفريقي، عربي، خليجي، لأن المغرب في أفريقيا وهي من العرب، فهو فخر لأفريقيا وفخر للعرب. طيب، أنا شايف أن في لعيبة في منتخب عمان ممتازين، واحد بيلعب جناح أيمن اسمه جميل الحميدي، ده يعني في شغل الكرة هو بيعمل كل حاجة في مركزه، بيعرف يربط ما بينه وما بين الدفاع، بيربط ما بينه وما بين الهجوم، امتى بيقطع لجوه، امتى بيخش، وهو اللي جاب الجون بتاع اللي طلعهم للماتش بتاع ضد العراق. فانا شايف ان ده حاجه كويسه جدا، جميل الحميدي. شايف كمان في العراق في 2 لعيبه كويسين جدا، ايمن حسين، وفي كمان ابراهيم بايش درغام، وفي درغام.
هنقعد بقى معانا طبعا معانا معانا العراق كلها هنا معانا العراق كلها طبعا. فانا شايف كمان ابراهيم بايش من افضل اللعيبه لانه بيلعب في مكانين وثلاثه جناح تحت الفرويد بيروح بيشتغل بيصوب عنده رئه مش موجوده عند اي حد عنده غيره رهيبه ابراهيم بايش انا من اكتر الناس المعجبين بيه كمان ايمن عنده هيدرز هايل جوه الصندوق هو اي كره ليه جون حتى في الدوري كمان هناك هو معروف قناص ايمن فانا شايف الثلاثه دول حاجه مميزه اها كابتن من خلال هذا الحديث طبعا انا مستمتع بكل الحديث من خلال دكتورة لنا من خلال سلام من خلال شافكي ومن خلال حضرتك الكلام الجميل أكيد. اللي ذكرت عن العراق عن هذا التاريخ والحضاره والمنجز الكبير يمكن الكلمه اللي قلتها بالبدايه وايضا اكدت عليها دكتورة لنا وشافكي وسلام هو ليست بطوله كره قدم انقطعنا عن العالم الخارجي 43 عام لم يمثل منتخب العراق على أرضه وبين جماهيره وبين ناسه الحدث بالنسبة لنا كان مرعب وانعكاس الصورة لدى الآخرين مرعب ولذلك مستمتعين بكل ما يقال في الإعلام العربي لذكر بصرتنا لذكر طيبة البصرة وأهلها وناسها وعلى المستوى التنظيمي من محافظ البصرة أسعد العيدان وأيضا الكابتن عدنان درجال والمنتخب الوطني اللي قدم رغم هو ما مستعد لهذه البطولة لكن احنا كنا مستعدين للقاء الأشقاء نذكر بما حضرتك عملت ويا نادي الشرطة العراقي وتعرف طبيعة اللاعب العراقي وانسجامه مع المدربين وكل هذه الأمور خلينا ناخذ بما أنه أنت اختصاصك تدريب حراس المرمى منو كان أفضل حارس مرمى في هذه البطولة وأنت تابعت الجميع من خلال هذه المباريات طيب هنتكلم بوضوح بوضوح هي البطولة البطولة ما أفرزتش حارس جيد معظم الحراس كان ليهم أخطاء ومعظم الحراس كانوا من الأسباب الرئيسية لعدم وصول فرقهم للدرجة لنص النهائي أو للنهائي ولكن في يعني على قد مستوى البطولة اللي موجود في عندك الحارس بتاع عمان حارس عمان حارس عمان حارس جيد جدا إبراهيم اسمه إبراهيم المخيري حارس جيد جدا يتمتع بطول ممتاز عنده رؤية عنده اتخاذ قرار عنده تعامل مع الكرات العرضية هايل بيعرف ياخد القرار بتاع الكرات العرضية لأن ليها قرارين أمسك ولا أضرب طيب لو أنا هضرب الكرة هحطها فين هو معاه قرار سليم 100% ده يميزه عنده جراءة عنده شخصية بيتكلم مع الأربعة اللي قدامه كويس جدا قائد مش منفر قائد هادي وده مطلوب في حارس المرمى ان يبقى قائد هادي عشان يعرف يوصل معلومة سريعة لزمايله فانا شايف ان الولد ده من افضل انا كنت اتمنى ان اقول جلال حسن لان انا بحب جلال من وانا هناك في العراق انا بحب جلال واداء جلال واخلاق جلال حسن رغم انت دربت احمد باسل نعم هنروح له في الحديث هنجي له في الحديث بس انا يعني انا بحب الحارس الهادي صاحب الاخلاق العاليه للملتزم انا في شغلي لان انا عكس الحارس بتاعي انا عنيف انا شغلي قوي انا صارم قوي في الملعب فما ينفعش يقابلني حارس زي فمش هننجح فيمكن انا نجحت مع باسل عشان اللي انا بقوله بحب جلال عشان اللي انا بقوله كمان يعني في الحديث هنعرف نتكلم على حراس العراق وانا اشتغلت معهم زي كابتن امام قبل ما اسال السؤال عن شو مقومات الحارس خلينا نقول المثالي مع انه ما في يعني المثاليه بلعبه كره القدم بتحكم فيها الحظ كثير بحب اوجه كلمه لزميلي احمد انه هذا حدث مش مرعب هذا الحدث عظيم رائع كان حاضر انا مرعب طبعا اكيد بالمعنى الايجابي يعني أنا لكن مرعب بجماليات الحدث يعني ما كنا متوقعين بعد بطوله كاس العالم طب خليني ادافع عنك يا جماعه احمد شاعر فهو يستخدم التعابير والجمل يعني يعني كانت حاجه مرعبه بالكتر يعني عمل الدهشه وعظمتها ايه رايك هذه غير غيرتي على العراق يا احمد حبيبي كابتن امام تحدثنا عن مواصفات الحارس الممتاز خلينا نقول هوغو لوريس شفناه
في مباراة النهائي ما بينه وما بين مارتينيز حارس المكسيك. شفنا ياسين بونو، شفنا أيضا يعني كثير من الحراس العالميين. شو المواصفات اللي بتحكم أنه هذا الحارس؟ طبعا أهم شيء مثل ما حكيت الالتزام، الحضور للتدريب والحضور الذهني في خلال التدريبات. رأيك في هذا الموضوع؟ طيب الأول بس الشاعر ما تعرفش تمسكه. شكرا كابتن، اللي جيت ثاني ينصفني مره اخرى. تعرفش تمسكه يعني. السؤال حضرتك سؤال ما ينفعش نتكلم في حلقه، ولكن بإيجاز، حارس المرمى هو اخطر خط موجود في الملعب، لانه خط احادي. يعني الباك ممكن الباك يغطي بأي غلطة، مساك المساك التاني يغطي، الفرو تضيع مش مهم. أما حارس المرمى الغلطة بجون ما فيهاش تعويض. طيب حارس المرمى عشان يبقى حارس جيد لابد إنه هو يكون معاه حاجات كتير. لو هنقول الانتقاء، هنقول الانتقاء الجسماني. حاليا الكرة بتتغير كل شوية بسيطة، التكتيك بتاعها بيتغير، اسلوب اللعب بيتغير، طريقة الكورات الثابتة بتتغير، زي ما شفنا في خليجي 25 وشفنا في نهائي كاس العالم. كانت الكورات الثابتة بتاعت الكورنر كل اللعيبة جوه مع حارس المرمى، ما كانش كده الأول. كان الأول بيبقى طابور ورا بعضه، عدت من ده يطلع لده، عدت من ده تطلع لده. أما حاليا كله جوه الستة ياردة. طيب حارس المرمى لو ما هوش طويل مش هيشوف الكرة، مش هياخد قرار، مش هيتعامل. فيبقى نمرة واحد لابد ان انا عندي انتقاء لا يقل عن 188 او 190 سنتي. ده نمرة واحد، ده في الانتقاء. لابد ان يكون ذكي، عنده ذكاء ملعب. ثلاثة، لابد ان يكون بيعرف يخزن المعلومة ويعمل استرجاع ليها سريعا، انه هذا اللاعب بشوط في هاي الناحيه، او هذا اللاعب بمرر بطريقه معينه. لا ده توقع، ده توقع. احنا خلاص هي الكره خلاص خرجت من رجلك، ردت الفعل اللي جاي. يعني عشان بقول لحضرتك الكلام في حراسه المرمى عايز حلقه كامله تتكلم هو ايه ويبقى مين عشان يبقى ايه. اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اسمه مشاهده وتفكير وتوقع واتخاذ قرار وسرعة تنفيذ القرار السليم في بعد الكرة ما بتتشط. طيب دول لازم يتمتع بيهم في اسمها رد الفعل. طيب رد الفعل عنده يبقى كويس، فهو شمل الخمس حاجات اللي احنا قلناهم. تمركز، بيكون عارف ازاي يقف ويقف في انه اتجاه من اللعبة، وبيقف انه اتجاه من زمايله ومن الخصم ومن الكرة. تمركز مهم قوي. في أربعة في التمركز، في تمركز، في تحرك، في تحدث، في تعامل. لابد إن هو يكون بيعرف يعمل الأربعة. تمركز، يقف فين، تحرك، الفوت ورك بتاعه يطلع إزاي، قدام على الجنب، يطلع بأنهي رجل. مهم جدا. شغل حراسة المرمى صعب جدا ومعقد، هياخد ثلاث خطوات، هياخد أربع خطوات، هياخد خطوتين بأنهي أدي. ده في التحرك. في التحدث ازاي هيتكلم مع زمايله اللي قدامه وباسلوب عامل ازاي. التعامل ازاي هيتعامل مع الكرة ومع الخصم. احنا شفنا بعض حراس المرمى بيطلع يتعامل مع الكرة بيعمل ضرب الجزاء. صحيح. طلع عشان يتعامل مع الكرة يتعامل مع الخصم، ده الضرب. فهو ده التعامل، هطلع اتعامل مع الكرة ومع الخصم ازاي، هطلع امسك الكرة ولا هطلع اضرب الكرة بالبوكس، هحطها في المسار ولا هقطع عليها. ده بالنسبة لابد ان يكون قائد. حارس المرمى هو اخر خط، فلابد ان هو يكون قائد، وقائد انا مقتنع بيه. الاربعه اللي قدامه، اثنين المساكين والاثنين اللي بره على الطرف، دول اهم خط بالنسبه له. يكونوا مقتنعين باللي هو بيقوله وينفذوا، وينفذوا بحب، وينفذوا وهم على اقناع تام ان الراجل ده بيقول صح. في حراسة المرمى الكرة لو جاية من ناحية اليمين لابد الحارس يجيب الراجل الباك ناحية الشمال، يضم الجوه عشان يبقى يعمل ليبرو.
فازاي انا هنده للراجل من ناحيه الشمال يعني من وانا هنا باصص على الكره هنا هنده عليه ازاي هو يجي لي؟ تفاصيل كتير كبيره يعني ما هنفرد حلقه كامله للموضوع بالظبط كده يعني طبعا. عايزين نقول فعلا عايزه حلقه كامله، احنا لسه ما كملناش كلام كتير. ازاي يبدا الكره من تحت؟ امتى يبدا من تحت؟ امتى يحط واحده طويله؟ حارس المرمى رؤيه شامله للملعب وخارج الملعب. رح ناخد فاصل مشاهدينا وبعد هيك رح نرجع حتى ناخد التفاصيل الشيقة جدا. هلا بدنا نروح بعد الفاصل إن شاء الله للاعبين، كيف بتختاري اللاعبين؟ كيف نعرف إنه هذا الشخص ممكن يطلع منه لاعب متميز؟ فاصل مشاهدينا ونعود إليكم. مرة أخرى نرحب بكم مشاهدينا من استديو بيت للكل من ماسبيرو القاهرة، ومرة أخرى نجدد الترحاب في الاستديو بالكابتن إمام عبد العال. فاسمح لنا كابتن، رح ننتقل الآن لبلاد الرافدين للعراق الشقيق. مشاهدينا معنا الآن من القناة العراقية الزميل الإعلامي المتخصص في البرامج الرياضية محمد صبري. مساء الخير. مساء الخير دكتورة لنا، مساء الخير لكل الزملاء في الاستوديو، ومساء الخير لمشاهدي ومتابعي برنامج بيت الكل. أهلا وسهلا فيك. يمكن أكيد بيت للكل بكل فريقه بيجدد مرة أخرى الاحترام والتقدير لبلاد الرافدين للعراق قيادة وشعبا، وأيضا مرة أخرى يعني من حي هذا التدريب وهذا أيضا التجهيز لهذا الحدث. لكن سأترك لك أيضا أن تصف لنا التفاصيل لهذا الحدث الهام، كيف كان من الاستعدادات، من الجمهور، من الفرق اللي شاركت، فهذا تخصصك كمذيع ومعد ومقدم أيضا للبرامج الرياضية، تفضل. تحية مرة ثانية لك دكتورة لنا. الكل يعرف بأن العراق بعيد عن استضافة أي بطولة إن كانت قارية وإن كانت إقليمية وإن كانت عالمية، وذلك من خلال أكثر من 40 عام حتى هذه اللحظة التي استضاف بها العراق ومدينة البصرة خليجي 25. هذه الاستضافة وهذه البطولة جاءت بصورة استثنائية على جميع الأصعدة، منها الجانب الرئيسي جانب التنظيم الذي جاء في هذه البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية، والذي اتفق جميع من حضر إلى مدينة البصرة من الزملاء الإعلاميين في دول الخليج، من الوفود التي جاءت إلى المدينة، من الجماهير التي حضرت المباريات، بأن تنظيم هذه البطولة جاء على مستوى عالي واستثنائي بالنسبة للعراق الذي لم ينظم بطولة على هذا المستوى منذ أكثر من 40 عام، وبالتالي كل الارتياح شاهدناه على كل من حضر إلى مدينة البصرة لمشاهدة مباريات خليجي 25. هذه البطولة قد تكون هي مفتاح للعراق للدخول إلى البطولات المقبلة إن كانت قارية أو يعني أو عالمية أو حتى إقليمية. عملية التنظيم التي تحدثنا عنها قد جاءت مبهرة ومفاجئة لكل من شاهد هذه البطولة. على مستوى الجماهير الحاضرة إلى مدينة البصرة من كل دول الخليج أو من كل محافظات العراق وجدت ترحابا كبيرا من البصرة والناس. جميل. في البصرة الكل فتح أبواب بيوته، فتح الفنادق. جميل. كل الأمور أنا طبعا حضرتك مخصصة لهذه الجماهير. جميل. اولا بحيي حضرتك، واحنا سعداء اولا ب يعني هذه الـ يعني هذه الاستضافه الكرويه، ولكن كمان اعتقد احنا عندنا كل الشعور بما تشعر به العراق، يعني جمهور وشعب ومنتخب. وهنا اسمح لي اسال حضرتك بصفتك بقى كمان الاعلامي اللي بيشاهد كل المباريات سواء العربيه او العالميه، كيف ترى منتخب العراق بعد غياب 43 عام عن التمثيل في أرضه، أنه يبقى موجود على أرضه وسط جمهوره ويبقى هو يعني الضيف اللي بيستضيف كمان كل المنتخبات العربية في كأس الخليج؟ صف لي منتخب العراق. بداية دعيني أتحدث عن جزئية قد تكون غائبة عن الجميع. لو شاهدنا مباريات بطولة خليجي 25، إن كان العراق طرفا في المباراة أو لم يكن طرفا في المباراة فإن الملعب يكون
مليء بالجماهير، يعني قد يكون ممتلئ عن آخره بكل الجماهير في جميع المباريات، ليس فقط في مباريات المنتخب العراقي. أما بالنسبة للمنتخب العراقي بعد هذه الفترة الطويلة التي غاب بها المنتخب العراقي عن المباريات التي قد تكون في هكذا بطولات أو بطولات رسمية عن الحضور الجماهيري، ترى بأن اللاعب يريد أن يقدم شيء لكل هذه الجماهير التي جاءت وزحفت إلى أرض الملعب لمشاهدة المنتخب العراقي. على المستوى الفني للمنتخب العراقي فإنه يقدم واحدة من أفضل البطولات في الفترة الماضية نتيجة تواجد كادر تدريبي إسباني جديد يقود المنتخب الوطني العراقي، وبداية إحلال وتجديد للمنتخب الوطني العراقي بعد تصفيات نهائيات كأس العالم في قطر. وبالتالي الكل مساند لهذا المنتخب في هذه البطولة، والمنتخب مساند للجماهير بأن يقدم له صورة فنية جميلة داخل أرضية الملعب تفرح هذه الجماهير التي تحضر المباريات. نعم زميلي محمد صبري، طبعا حقيقة نرفع لك القبعة بالتواجد في ملعب جذع النخلة وخاصة في البصرة لنقل ومشاهدة هذه المباريات والأحداث، وحقيقة احنا حاسديك موجودين بالقاهرة لكن حاسديك تواجدك بين أهلنا وناسنا في البصرة، وأيضا استقطاب الخليج لهذه المدينة الطيبة والصورة التي انتقلت من خلال الإعلام العربي بأن ارفع رأسك أنت عراقي ترحب بالضيوف مهما كانت النتائج من بداية البطولة إلى الأخير. احنا فوزنا الكبير هو بالجماهير وانضمام الخليج إلى أرضنا العراقية. أتساءل عن منتخبنا الوطني، لو كانت الأسماء من المحترفين حاضرة في هذه البطولة كيف كان ممكن أن تكون النتائج وكيف كان يمكن أن يكون شكل المنتخب الوطني؟ بداية الكل يعرف بأن المنتخب العراقي الآن لا يمتلك المحترفين بشكل كبير إلا بعض المحترفين الذين لديهم توقف في الدوريات التي يلعبون ضمنها مثل الدوري السويدي وبعض اللاعبين في الدوري القطري، وبالتالي لو أتى المحترفين المتواجدين في الدوريات العالمية الكبرى التي هي مستمرة في الوقت الحاضر لاختلفت الصورة لدى الجمهور الرياضي العراقي، لاختلفت الصورة الفنية المقدمة داخل أرضية الملعب. وبالتالي الآن الكل ينظر إلى المنتخب العراقي في بداية التكوين الجديد لجيل ذهبي آخر بعد الجيل عام 2007. الكل متضامن مع المنتخب مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لإنشاء جيل كروي عراقي جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة. الاستحقاق الأقرب ما بعد خليجي 25 وهي بطولة غرب آسيا التي سوف تقام في دولة الإمارات الشقيقة، وبالتالي هذا الاستحقاق هو الاستحقاق أستاذ محمد الرسمي لو سمحت. الأول على المستوى القاري والإقليمي للمنتخب الوطني العراقي بقيادة تتحدث كاسس. أعد على موضوع الاستحقاقات الأخرى التي قد يحققها المنتخب العراقي ما بعد هذا الإنجاز المشرف الذي أثبت من خلاله قدرة المنتخب العراقي على المنافسة بشكل قوي خلال دورة خليجي 25. هل هناك شغف بالفعل سيكون للمنتخب العراقي خلال المناسبات القادمة في كرة القدم؟ بداية تحية لك. الكل يرى بأن المنتخب العراقي لو كان يخوض مبارياته على أرضه ما بين هذه الجماهير التي تحضر هذه المباريات لكان قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم في الدورات السابقة. الكل يعرف بأن المنتخب العراقي حتى في تصفيات كأس العالم الأخيرة مونديال قطر لم يخوض أي مباراة رسمية في التصفيات على أرضه، وبالتالي مع تواجد هذا الجمهور مع تواجد هذه الروح لدى هذا الجمهور الشغف الكبير لتشجيع المنتخب العراقي لكان المنتخب العراقي أول الواصلين إلى نهائيات كأس العالم نتيجة الضغط الإيجابي الذي يقدمه الجمهور الرياضي العراقي للاعبين لتقديم مستويات عالية في المباريات. هذا جانب. الجانب الآخر الاستحقاقات المقبلة، هنالك بعض الأخوة الإعلاميين في دول الخليج من شاهد مباريات خليجي 25 والحضور الجماهيري قد طالب كأس الاتحاد الخليجي العربي بأن تكون البطولات المقبلة أيضا في العراق نتيجة هذا الحضور الجماهيري الكبير. نعم بحد إن هذه شاء الله يعني قبل المباريات النهائية وصل عدد المتابعين للمباريات داخل أرضية الملعب إلى أكثر من 500 ألف مشاهد.
نعم، هذا شيء مبشر، وإن شاء الله يعني هذه هي البداية لانفتاح أكبر للعراق وأن يستضيف فرق أكبر ويعني مونديالات وبطولات رياضية على أرض العراق. كل الشكر لحضرتك الزميل الإعلامي المذيع والمعد والمقدم للبرامج الرياضية في القناة العراقية محمد صبري. شكرا. نعود مرة أخرى ونرحب بالكابتن إمام عبد العال، والسؤال اللي بيطرح نفسه إنه هذا الحدث اللي كان موجود على أرض البصرة جاء بعد فترة قصيرة من مباريات كأس العالم، هل بتعتقد أنه كان في له تأثير على بعض من المنتخبات زي قطر زي السعودية في النتائج؟ دي حقيقة. مظبوط مظبوط. وبالتالي النتائج بتاعت السعودية ما جاتش زي ما كلنا كنا متوقعين. طيب، وقطر بالرغم أنها وصلت لنص النهائي انها جت بالفريق بتاع الاولمبي للارهاق الشديد للمنتخب الكبير الفلسطيني بتاعه. طيب، هل ده ايجابي ولا سلبي؟ بالظبط. لا، ده ايجابي لو هو مش جاي باصص على بطوله زي السعوديه زي قطر زي الكويت. لو انت مش جاي باصص على بطوله وجاي تعمل فريق في المستقبل يبقى ده كويس، بس هو كان لازم يطعمه زي السعودية ما يظهرش بالمظهر اللي هو ظهر بيه عكس اللي ظهر بيه في كأس العالم. الكويت نفس الكلام ما ظهرتش بالمستوى بتاع الكويت اللي احنا عارفينها. انا شايف كده، انا شايف ان البطولة دي لو كانت تأخرت شهر كانت ممكن تدينا نتائج افضل من كده الوقت يعني في الوقت الوقت يعني إذا يعني كانوا هم ادوا بس مساحة شهر لفرقة زي قطر فرقة زي السعودية كانوا يقدروا ان هم يعيدوا ترتيب ترتيب من تاني. نعم. عشان يقدروا يخشوا البطولة، انها بطولة الخليج دي البطولة دي كل الفرق المشاركة كسبت البطولة دي فقوية طبعا يعني. طيب أنا يعني برضو بيحضرنا عشان لا يغيب عننا السؤال ده، عايزة أعود مع حضرتك إلى نادي الشرطة العراقي وتواجد حضرتك، وكان حضرتك كنت بتدرب حارس المرمى اللي قدر لي أنه يكون في هذه البطولة في المنتخب العراقي. أولا كنت تتوقع هذا الأداء وإيه اللي أنت شايفه يعني بعد خوضه البطولة؟ طيب احنا هنحكي من ما كنا هناك. لما كنا هناك كنت انا مع الكابتن محمد يوسف وكان احمد باسل حارس رابع في نادي الشرطة يشهد على الكلام بتاعي. كان حارس رابع. كلمه حارس رابع دي مش اهانه لاحمد باسل. حارس رابع خليني افهم زي ما احنا ترتيب انه على دكه الاحتياطي احيانا من بره دكه الاحتياطي. تمام. يعني ليس له وجود داخل التشكيل سواء يعني داخل السكور شيت. حارس رابع دي يعني، وبرضه هرجع تاني واكد على ليس اهانه لاحمد باسل، بل بالعكس احمد باسل هو نموذج مشرف لكل واحد عايز يوصل. احمد باسل كان حارس رابع في العراق في الشرطه، فلما رحت كره القدم هي عين. عين مدرب. وعيني تختلف عن عين حضرتك عن عين عن عين عن عين كل واحد فينا ليه رؤيه، واختلاف الرؤى بتاعتنا هي اللي بتدي جمال كرة القدم. فأنا من وجهة نظري أول لما رحت واشتغلت بعد ثالث وحدة تدريبية قلت للإداري هناك، كان المدير الإداري اسمه تحسين الياسري، قلت له الولد ده اعملوا له عقد واربطوه. قال لي ده رابع. نربط إيه؟ هو موجود. قلت له اسمع كلامي اعملوا له عقد واربطوه. كان عقده ضعيف، فقال لي زين زين يا كابتن يعني انت بتخرف. قلت له ماشي. فروحت قاعدين في الفندق انا ومحمد يوسف، قلت له انا عايزك تبص شويه معايا على الولد ده، الولد ده جون هايل هيكسر الدنيا. قال لي بقول لك ايه، احنا عايزين نيجي ناخد بطوله، احنا مش جايين نعمل حارس. جمهور الشرطه فظيع يعني ما يقبلكيش انك تخسري ماتش. قال لي احنا جايين نعمل بطوله. متعصب جدا جدا وحار في تشجيعه.
فكان معنا نور صبري. نور طبعا. نور قيمة وقامة كبيرة جدا في العراق كبير. هو اللي احدث الضحكة والبسمة لشعب العراق 2007. فانا من حظي الحلو ان انا مرنت نور صبري. فجي نور خلاص يعني عايز يخرج يجرب حظه في حتة تانية برا الشرطة. فجي محمد يوسف قال لي يا امام احنا معناش نور راح يغادر نور هيمشي هنعمل ايه؟ قلت له احترم رغبته. قال لي مالي ايدك؟ قلت له اه يا كابتن. فاحنا كان عندنا من بعد نور ما يخرج 4 مباريات. طبعا انا بقى بشتغل مع الولد نفسيا وبأهله وبنشتغل صبح وبنشتغل الظهر وبنشتغل مع الفرقه بالليل، والولد مطيع جدا، والولد اللي بياخده زي ما قلنا في بدايه الحلقه بيخزن وبيخرج في التوقيت المناسب، وده مهم جدا. اداؤه هايل، تمركزه، غيرته جوه الصندوق، بيتحرك كويس، بيتكلم كويس، قائد وهو صغير، كان عنده ساعتها 21 سنه، كان لسه في كليه التربيه الرياضيه هناك. فاحنا كان عندنا 4 ماتشات بعد ما نور خرج وجامدين جدا، يعني عندنا اهلي، عندنا زمالك، عندنا اسماعيلي مثلا، يعني عندنا اتحاد اللي هم هنا في مصر، كان عندنا ساعتها بره نفط الوسط، نفط الوسط، في نفط الوسط، كان عندنا بعدها الجوية، كان عندنا بعدها الزوراء. 4 ماتشات ضرب نار، أبطال كرة القدم بالعراق. 4 ماتشات ضرب نار. فالكابتن محمد يوسف مش واخد ان هو يخسر، طبعا معروف محمد يوسف طبعا. فربنا كرمنا، رحنا نفط الوسط، نفط الوسط جمهور رهيب، كسبته، كسبنا 1-0. احمد باسل عمل ماتش ولا اروع، احنا في ال 18 يعني اتكتب اسمه من اول من نفط الوسط. خد بعدها ومشي مشي 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 لحد لما جه مدرب المنتخب الشباب اللي هو ماسك دلوقتي نادي المينا، كان هو ماسك المنتخب، عماد محمد كان ماسك الشباب، وده كان ماسك الاولمبي، المنتخب الاولمبي، عبد الغني شاهد. عبد الغني شاهد. كابتن اريد اسالك عن خفايا واسرار حقيقه، ذكرت الميموري اللي يخزن به حارس المرمى وكيف التعامل، ردة الفعل والذكاء والتفاعل، لكن نتساءل في بعض الأحيان حارس مثل نور صبري اللي أحرز لنا 2007 بطولة آسيا، بالإضافة أنت ذكرت جلال حسن أيضا، في أسأل عن ركلات الترجيح، ركلات الترجيح هل هي استباقية، حدث يختار زاوية معينة الحارس في صد ركلات الترجيح، كيف تكون الخطط في تدريب هذه الأمور وتكون في بعض الأحيان هي الحاسمة في بعض المباريات ويعول عليها المدرب خاصة في المباريات الكبرى؟ دي حقيقة. في كمان إضافة للحراس اللي حضرتك ذكرتهم، في محمد حميد. محمد حميد طبعا من حراس، حارس كبير ممتاز. وحارس عظيم، وحارس أدى أداء ممتاز معايا برضو في الشرطة، ممتاز حقيقة، وأدى أداء ممتاز مع المنتخب، كان حاجة جميلة وكانت علامات فارقة مع المنتخب. طيب ركلات الجزاء هي رؤى من مدرب لحارسه، بس هي علم، علم، اللي يشتغل بالعلم ينجح، ليها وضع تشريحي، وانا كل واحد فيكم بقول له يشوف اي ضرب الجزاء ولو لقى كلامي مظبوط يقول الكابتن امام بيتكلم كويس. طيب كرة محطوطة على ضربة الجزاء، على علامة ضربة الجزاء، واللاعب اللي هيصوب واقف على بعد 3-4-5-10 متر ايا كان، الرجل اللي هيخرج بيها الاول عشان يروح للكوره، يعني لو خرج برجله الشمال هتكون الجهه اللي شوت بيها، لا الجهه العكس، الجهه اللي هيشوت فيها هنا، يعني لو خرج بالشمال هيحطها على يمين الحارس، ده وضع تشريح. في بيغير، يا تضرب في الاي ما تطلع بره، لو طلع باليمين هيحط على شمال الحارس. فمن هنا انا كنت يعني عندي كل حارس مرمى بمرنه كنا بنبقى مميزين في صد ضربات الجزاء، فهو علم، تكشف الأسرار هيك. هو علم، هو علم، علم عايز إنك تقعد وتركز في عدة ضربات جزاء وتبدأ تقول آه ده عشان كده عشان كده. في ناس تانية تقول لك لو هو راح ورافع إيده دي هيبقى هيحط، فأنا بختلف معه. حارس المرمى هيبص على الكور ولا هيبص على إيده ولا هيعمل إيه؟ يعني عقبال ما يبص على إيده ويجي ينزل يبص على الكورة تكون الكورة تحط، ولا على الجمهور أحيانا؟ لا، الجمهور احيانا بيبقى عامل هيصه، بيبقى قلقان بيه. حارس المرمى لو اتاثر بجمهور ما ينفعش، خلاص ضاع خالص. فهو علم،
وعلم حراسة المرمى كلها علم، لأنها على طول متغير، الكرة نفسها وسرعة الكرة نفسها بتتغير من بطولة لبطولة تانية، تكتيك زي ما قلنا في الكور الثابتة بيتغير. فحارس المرمى ومدربه لابد ان هم على طول في اطلاع. انا بقول وطبعا هو مثل الدكاترة عندنا حاجة عظيمة، احنا زي الدكتور، لو ما انتش كل يوم بتطلع على الحديث تركن تطور تطلع تطور اركن على طول يعني. طيب كابتن امام، رساله اخيره للمنتخبات العربيه اللي عم تجمعنا اليوم في بيت للكل، المنتخب المصري والمنتخب العراقي والاردني والفلسطيني، رسالتك لك. انا اتمنى من كل قلبي اشوف فلسطين في كاس العالم يا رب يا رب يا رب. اتمنى جميعا فلسطين الحبيبه، فلسطين صدرنا طبعا، وتكون خارجة من أرض فلسطين رفع العلم طبعاً ماشية بيه طبعاً. فلسطين اللي بتدافع عننا كلنا، فلسطين اللي رفع رأسنا، أتمنى من كل قلبي أن أنا أشوفها في المحافل كلها وتشيل الكاس يا رب يا رب أتمنى. يا رب, يا رب. دي حاجة. الحاجة اللي عشان المنتخبات بتاعتنا العربية، أنا شايف المغرب مشيت كويس، وتونس وجزائر ماشيين كويس، قطر ماشية كويس، السعودية ماشية كويس، أتمنى بقية الدول العربية، أتمنى بقية الدول العربية إنها تحذو نفس الحزمة. نبدأ من تحت، نبدأ من الناشئين، الفئات العمرية، نبدأ من الفئات العمرية، نبدأ بالعلم. طول ما هنشتغل بالعلم هنوصل، الناس بره مش أحسن مننا أكيد. فبتمنى إن احنا نشتغل بالعلم ونبعد أهل الثقة وندخل أهل الكفاءة يا رب. كابتن إمام عبد العال، مدرب حراس المرمى لنادي الشرطة العراقي سابقا، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا ببرنامج بيت للكل وعلى كل المعلومات اللي أطلعتنا عليها. أنا سعيد جدا اللي أنا معاكم، بس ليه حاجة واحدة بس عايز أقولها، أنتوا أربعة على واحد وده فاول. أنا سعيد جدا اللي أنا كنت في وسطكم وفي وسط البيت الجميل الدافي دوت، واتمنى ان ان شاء الله يكون لنا اللقاء سهل. كابتن انت معتاد على هالقضيه، مدرب حراس مرمى، الحارس يهجمون عليه ممكن خمسة ستة أيوة. فانت بتصد. انا مدرب مش حارس كبير بالسن. نورتنا والله، نورتنا خبره. اذا كابتن امام عبد العال، شكرا كثير لك على حضورك معنا وعلى تشريفك في هاي الحلقه. بتوجه للمشاهدين بالشكر على طيب المتابعه لحلقتنا من برنامج بيت للكل اللي افردناها للعراق الحبيب الحاضر في دوره خليجي 25، ولكل الفرق العربيه التي كانت تزين العراق بحضورها خلال هذه الدوره. ولكم مشاهدينا مسك الختام، والى اللقاء.